تخافي من ردة فعل تاع الناس، تخافي اي واحد اللي حيبدا من الصفر يخاف هذوك الدراهم اللي يكون طمهم شويه ينفستيهم وما ما ينجحش فيهم، ما تعاوديش تسترجعي هذاك المبلغ راس المال الاول مالغي يكون صغير. بصح حنا كل ما نكونوا صغار هذاك المبلغ يبان لنا حاجه كبيره، مالغي بالك دوكا لو كان تقولي لك شي واحد يقول لك بالك دوكا كيف 2021 تقولي له مشروع تاع 500,000 ولا يقول لك عادي نورمال. بصح لو كان نرجعوا شويه من قبل 4 سنين 5 سنين كيكون واحد مازال يقرا في الليسي ولا مازال طالب في الجامعه هذاك المبلغ يشوفه كوميم والمبلغ هذاك جوستيمو حاجه كبيره، خصوصا اذا كان هو راح يسلفه ولا باش حيجي يشوفوا حاجه كيطموا كيما نقولوا الدورو بالدورو يشوفوا حاجه كبيره عليه يخاف كو يشري سلعه ويخدم حاجه. سورتو كي تكون حتخدمي انت حتخدميها يعني تتعبي عليها ماشي كيما تجيبيها وتبيعيها، كي تتعبي عليها تخافي تقولي بالك الناس ما تعجبهمش بالك ماش حيشروها عليا. ولي زاكسيسوار اللي كنتي ديريهم ليك ما كنتيش ديريهم للبيع، منين كنتي تجيبي يعني المال باش تشري الدوزان تاعهم؟ كي يمدوا لي مصروفي نخبي منه شويه، كنت ماشي من هذوك اللي باغ اكزومبل طاوني دراهم نخرج برا ناكلهم ولا نشري غير هكذاك حاجات اللي ما نسحقهمش، نخبيهم فان سومان نشري واش حبيت، شغل هذيك هي التحفيز ديالي انا، شغل اللي كوم نقرا مليح يمدوا لي هكذا شويه دراهم انا نخبيهم، يعني هما ذاك الوقت كانوا شويه كيما نقول ذاك الوقت كنت نقرا، دونك نخبيهم فان سومان هكذا بالخميس، كنا ما نقراوش الحشيه بالخميس. بالخميس ندير واش حبيت بيهم، نشري يعني كيكون جايه من المسيد نشري بيهم واش راني حابه.